تنفق إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة مليارات الدولارات على بناء موقع معرض أكسبو 2020 الذي سيفتتح بعد عام من الآن، وينظم للمرة الأولى في التاريخ في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من المناخ الاقتصادي الحالي الغامض، يبقى الأمل كبيرا لدى المسؤولين المحليين لإعادة تعزيز الاقتصاد لسنوات قادمة، لأن المعرض يجلب بنية تحتية جديدة والملايين الزوار الأجانب. وشيدت دبي مدينة خاصة بالمعرض في موقع كان في السابق عبارة عن كثبان رملية، حيث سينضم موقع أكسبو الكثير من المنشآت الخيالية كأطول مبنى في العالم وأكثر المطارات ازدحاما للسفر الدولي.